اجاني مغسول انا بالقرص وواحد بالقط. فهمت، بس هلا ما فهمتوا ليش جبنا على هذا المستشفى؟ بعدين بتفهمي. تعال تعال. اخ 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 تحيلك تحيلك. وين الاسعاف؟ وين الاسعاف؟ الاسعاف الاسعاف. اي 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 دبش ست ايام. ها هي اثنين هي اثنين. اهلا وسهلا. دويك. شيشيا. اي شيء دخيلك يا دكتور. دخيلك بطني. اخ يا دكتور بطني. فوت على الغرفة تسطح وكيف عم بطل. هاي ستين. هاي وقفي. لا تدقر بشي. الحقيني وامشي لشوف. اي اخ اخ اي دخيلك يا دكتور. جوزي كتير موجوع. جوزي خير؟ شو بو مصارينو عم تتقطع يا دكتور، ونحن قاعدين على الاسكي لسه ما دق على قطعه الجاتو، ما لقيته غير وقع من طوله وصار يبلعت بهالارض. شوف شوف اوعيش لون صاروا، وحتى دلق علي قلب الجاتو. شوفوا الكرشه. شايفه قد ابوكي؟ معقوله وحده بعمرك تاخذ واحد بعمره؟ عفوا عم يجعك هون. هون. اخ 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 دخيلك يا دكتور، اعطيه اي مسكن، اعمل له اي شيء بس يروح وجعه. لا دخيلك لا، انا ما باخذ مسكن، ما باخذ مسكن، ولا بحب الابر ولا بحب شيء، بخاف من الابر. والله انت واحد تحفه. روحي حطري لي غرفه العمليات. حاضر دكتور. والله يمكن معك الزايده، لازم نعمل لك عمليه. لا دخيلك يا دكتور، معي حساسيه ما بتحمل منشي، والله بموت. اولتها واخرتها بدك تعملها، بس لازمك شوية تحاليل وفحوصات. رح ابعت لك اثنين ياخذوك على المخبر. شلوني معك؟ روح شوفي لي قدام الباب لانه بده يجي. ليش؟ روح روح بعدين بقلك. ما في حدا. بوشنا على الحمامات يلا.